في قيد الدراسة والإقرار لجنة التأليف والنشر. لديها الكثير من المشاريع المقترحة، لأنه كل ما قدمه هو ما راح يقدمه للشارع النجفي ولا النجف عاصمة الثقافة الإسلامية إلا في عام 2012 حتى تكون بادرة ومبرز، خصوصا لعام 2012. مشروع حقيبة المخطوطات الإلكترونية، مشروع دعم المؤسسات الثقافية، تأسيس مؤتمر دائم يوم النجف العالمي، تأليف موسوعات النجف، أن تأليف الموسوعات النجفية، استنساخ وتجديد المخطوطات الورقية، تأليف كترابين وثائقيين، إبراز نموذج المدارس الدينية، المراكز الدينية الحسينية، نصب سفينة نوح في منطقة البحر، معرض الوثائق النجفية، وكثير من المشاريع لدى لجنة التأليف والنشر. لجنة المنظمات الثقافية غير الحكومية أقامت 4 مشاريع: القافلة الثقافية، قافلة تحركت وسط مدينة النجف في ساحة الميدان وحضروها الكثير من المثقفين في النجف الأشرف، وكانت بادرة أولى أن تكون بالنجف الأشرف. ندوة لنقابة المعلمين، ليست لنقابة المعلمين وإنما في نقابة المعلمين، لكل منظمات المجتمع المدني دعيت بها المنظمات لتقديم مشاريعها، قدمت استمارة للمنظمات، ودعينا كل المنظمات أن تكتب المشاريع والأفكار والرؤى اللي ممكن أن تقدم إلى النجف عاصمة الثقافة الإسلامية، وأقيم ملتقى عالم الشعر بالنجف الأشرف للفترة من 7 إلى 10/12/2010، والملتقى غطي تغطية إعلامية وكان مبادرة لطيفة جداً. مهرجان الطف المسرحي اللي يقيم من 28 إلى 30/12، بالإضافة إلى مشروع ما ذكر اللي هو مشروع لنقابة الصحفيين، أيضاً حضروه من كل العراق، وكان مؤتمر لطيف جداً ومؤتمر مهني جداً. هذا ما يخص عمل اللجان. شكراً جزيلاً لحسن إصغاء الإخوان. شكراً للأستاذ فؤاد القرعاوي عضو مجلس المحافظة على هذا الإسهاب الموجود، وهذه الصراحة الحقيقة اللي قدمها. الواقع نحن قد نختلف سياسيا فكريا، ولكن يجب علينا لا نختلف في جانب الخدمات، لأن الخدمات الكل يتفق عليها، الجانب الثقافي الكل يتفق عليه. يعني واجب على كل المنظمات، سواء كانت أحزاب أو جهات رعيات أو منظمات حكومية، يجب أن تتفق جميعا على الخدمات. الحقيقة عندنا مداخلة راح تصير لمدة 10 دقائق، إخواننا يعني التدريسين الخمسة وأعزائنا الطلبة الخمسة، ونبدأ بالطلبة. أعزائنا الطلبة إذا عندكم، عفوا لا للطلبة، إحنا خلينا للطلبة، هذول أبنائنا لازم نشاركهم، فمنو اللي عنده المداخلة بهذه المواضيع أبناء الطلبة يرفع يده. السلام عليكم الحضور الكرام. هذا الحفل الكريم، عفوا هذه اريد من جنابك ذكر الاسم مع ذكر الكلية، يعني طالب نبي فلاح إمام.